ودلوقتي نبتدي مع بعض أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيكة الجزر مع تشيز كيك الجزر. كيك الجزر هيكون مقاديره كوب وربع دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، واحد معلقة صغيرة قرفة مطحونة، تمن معلقة جوز الطيب، نص كوب زيت، ربع كوب زبدة مذابة، واحد كوب سكر بني، اتنين بيضة، واحد معلقة صغيرة فانيليا، كوب ونص جزر مبشور. وبعدين مقادير التشيز كيك هتكون 500 جرام جبنة الكريمة أو الكريم تشيز، تلتين كوب سكر، اتنين معلقة كبيرة دقيق، اتنين بيض، واحد معلقة صغيرة فانيليا، نص كوب كريمة حمضة أو ساور كريم، ونص كوب من عصير الجزر المركز. عصير جزر مركز يعني احنا هنعصر جزر في العصارة وبعدين نحطه على النار لحد ما يقل تقريبا لنص حجمه. اخر حاجة هتكون معانا في الوصفة دي هيكون التوبينج اللي هنحطه فوق التشيز كيك، هيكون 100 جرام كريم تشيز، 50 جرام زبدة، 2 كوب سكر بودرة، ونص معلقة صغيرة فانيليا. نبتدي مع بعض بأول حاجة اللي هي هنعمل كيكة الجزر نفسها اللي هي هتكون القاعدة بتاعت التشيز كيك بدل ما نعمل قاعدة من البسكوت زي ما احنا متعودين. هنحط الزبدة والزيت والسكر البني وكمان البيض وهنضربهم مع بعض لحد ما يبقى خليط متجانس، وفي نفس الوقت هحط كل المقادير الجافة مع بعض في البول هنا وأقلبهم كويس علشان يختلطوا كويس مع العجين. ودلوقتي أحط الفانيليا وكمان المقادير الجافة بعد ما أقلبها، ونخلطهم مع بعض يدوب لحد ما يتخلطوا. وبعدين أحط الجزر. الجزر أحسن يكون مبشور بالإيد في المبشرة اليدوية العادية، لأن لما بيتبشر في الفود بروسيسر بينزل مية كتير قوي وده ممكن يبوظ لنا القوام بتاع الكيك. وبرضو الجزر يدوب هنخلطهم مع بعض. كده كيكة الجزر جاهزة ونقلبها عشان نتأكد ما فيش حاجة لازقة في الجناب ونحطها في قالب التشيز كيك. ونوزعها. ونخلي دي على جنب لحد ما نجهز التشيز كيك. ودلوقتي هنحط خليط التشيز كيك، هنحط الكريم تشيز الكريم تشيز
أغلب الوقت بنحب نضربها شوية لوحدها عشان تفك وتاخد شوية هواء. وبعدين بعد كده هنزود لها البيض والساور كريم أو الكريمة الحامضة، لو فيها مية ما نحطش المية. الدقيق، الفانيلا، السكر، ونضربهم مع بعض شوية. نتأكد إن كل حاجة بتختلط مع بعض كويس. وده أساسي علشان الوصفة تطلع مظبوطة. واخر حاجه نعملها ان احنا هنحط عصير الجزر المركز ونقلبه بالراحه خالص مع الخليط. اوكي كده كمان الكريم تشيز او التشيز كيك، خليط التشيز كيك بتاعنا جاهز. وناخد الخليط ونتأكد ان مفيش حاجة لازقة في الجنب او في القعر، وبراحة خالص هنفرده فوق كيكة الجزر. نفرده براحة علشان ما يتقلش في حتة واحدة وينزل لتحت، احنا عايزينه يفضل محافظ على مكانه فوق الكيكة. ونوزعه في كل مكان في الصينية. ونسويه علشان تطلع مسوية في الفرن. وبعدين زي ما احنا عارفين التشيز كيك احنا بنحب دايما نخبزها مع بخار يكون في الفرن، فهنحط مية سخنة في الصينية ونحطها في الفرن. وندخل التشيز كيك. آخر حاجة هنعملها مع بعض هتكون التوبينج أو الفروستينج اللي هنحطه على التشيز كيك. هناخد الكريم تشيز واجيب مضرب البيض
وبعدين أزود السكر والفانيليا وأضربهم مع بعض. وبعدين أحط الزبدة. زي ما احنا شايفين كده الفروستنج بقى جاهز، وده هستعمله ان انا اعمل له بايبنج فوق التشيز كيك اللي انا مجهزاها فوق كيكة الجزر، واجيب الجاهزة من التلاجة. وده بيبقى شكلها بعد ما بتجهز. واخر حاجه هنعملها ان احنا هنحط لها جزر. جبنا جزر من او قطع من ممكن نعملها بالمارزبان او الفوندنت، ونعملها على شكل جزره بالبرتقاني والاخضر، يبقى زي الافرع بتاعته، ونبتدي نحطها على الكيك.